ونظرا لأن ولاية هيما تحتل موقعا وسطا على خط المواصلات البري الرئيسي الذي يربط بين الشمال والجنوب وعلى امتداد أكثر من 1000 كيلومتر، فإن هذه الولاية تشرفت أكثر من مرة بمقدم حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله ولقائه مع المواطنين. ولقد أعطى لقاء جلالته والمسؤولين مع شيوخ وأعيان ومواطني الولاية كثيرا من الأهمية والتشريف، خاصة عندما يقف صاحب الجلالة على إحوال المواطنين واحتياجاتهم بنفسه حرصا منه على التعرف على الحياة التي تعيشها الولاية خلال جولاته الكريمة. وتغير وجه الحياة في هيما، فبعد أن كانت تجهل أبسط مظاهر الحضارة فأنها الآن تعيش حياة عصرية توفرت لها كافة المقومات، وأصبح المواطن في هيما يتمتع برعاية صحية واجتماعية شاملة.